السر وراء هذه الأنامل أنها خطت أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحانات البكالوريا لشعبة الرياضة، وندى بيروتي صاحبة هذا المعدل لا تخفي سر تألقها وتكتفي بالنظر إلى المستقبل بعيون متفائلة. العباد كل صدق بإمكانياتي، خدمت بالباهي، ما عملتش برشا بريسيون على روحي، ما خدمتش أكثر من لازم وأقل من لازم، عملت معناتها غيتم بالباهي والحمد لله وصلت لوبجيكتيف. باش نعمل ميوزيك، تقبلت في يونيفرسيتي في أمريكا نتاع ميوزيك بيركلي، مش نكمل في الميوزيك حياتي كاملة. ماذا بيا نكون مغنية بيان سور، وعلاش لا نحل ميزون دو ديسك نتاعي. ما شاء الله عليها، بنتي واعية وبرهنت اللي هي تستحق الثقة اللي عطيتها فيها، ودونك في أي حاجة تختارها أنا مش ندعمها. مفيد هي أن تتألق في الحاجة اللي مش تختارها كاليسونسيل، مش الفايدة في شنو نختاروا، الفايدة في احنا نكونوا متميزين. في سياق متصل، مندوبيتا التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 تحصلتا تباعا على المرتبتين الأولى والثانية وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. نسبة نجاح بالنسبة لصفاقس 1 60.95%، وبالنسبة لمندوبية صفاقس 2 60.92%. جهة صفاقس مرة أخرى تجني نتائج في مستوى الانتظارات، انتظارات الولي، انتظارات التلميذ، انتظارات الإطار التربوي وإطار الإشراف البيداغوجي والإداري، وانتظاراتنا نحن كمندوبية. رحلة النجاح في البكالوريا والتميز لندى بيروتي وغيرها من المتألقين تعيد أيضا إلى الأذهان رحلة تعب وتضحية للوالدين، كأنها رهان على التعليم دون سواه داخل الأسر التونسية لاستعادة الفرحة للجميع.